السلام عليكم أعزائي التلاميذ المقبلين على شهادة التعليم المتوسط للسنة الرابعة. أرحب بكم وسأقدم لكم في هذه الفيديو شرح لطرق إيجاد القسم المشترك الأكبر، وذلك باستعمال القسمات المتتالية. درنا في الحصة السابقة في الفيديو السابق كيفاش حسبنا القسم المشترك الأكبر بإيجاد مجموعة القواسم، تعيين المشتركة بينهما وتعيين الأكبر أكبر قسم لهما، وقلنا أنه هو PGCD بين عددين طبيعيين للمعطات. ودرنا أيضا بدينا في خوارزمية إقليدس للفروق المتتالية، شفنا كيفاش نستعملوهم، درنا امثله متعدده. في هذه الحصه ان شاء الله رانا رايحين نكملوا الرحله تاعنا، وذلك باستعمال خوارزمي إقليدس لسلسله القسمات المتتاليه. في هذه المره نقترح لذلك بدون اطاله تمرين بسيط او مثال بسيط، إيجاد القسم المشترك الأكبر PGCD بين عددين طبيعيين معطات. أعطاهم منا هما 48 و 76. كيفاش نديرو باش نلقاو سلسلة القسمات المتتالية؟ حاجة الأولى اللي نبداو نديروها أعزائي التلاميذ، نقومو بعملية القسمة الإقليدية اللي نعرفوها كامل. نحكمو الكبير نقسموه على الصغير باستعمال القسمة الإقليدية، 76 على 48. فيها واحد، عزيزي التلميذ على بالك بلي كي نقسموها نلقى واحد، خاطر واحد 48 كن ألوغ نقومو واحد في 48 نحطوه لهنا ونطرحوه، حنلقاو 28. حسنا، هاد الكتابة كيفاش نقدر نكتبها بشكل آخر؟ على بالنا بلي نقدر نكتبوها على الشكل الأفقي التالي، 48 في 1 زائد 28. 76 تساوي 48 في 1 زائد 28. المقسوم يساوي القاسم في حاصل القسمة زائد الباقي. حسنا، باش نكملو ونديرو سلسلة القسمة المتتالية، نقولكم بلي هذه العملية الأولى هي الانطلاقة الأساسية. كي نديروها نوصلو مباشرة، القاسم ديالي يولي هو في مثابه المقسوم في بلاس 2، نحطوه في بلاس 2 ونقسموه على ماذا؟ نقسموه على على الباقي اللي لقيناه في المرحله الاولى 28. 48 قسمة 28 فيها واحد، الحاصل واحد، وباقي القسمه هو 20. نواصل نكملو نقسمو الباقي على بلوتو القاسم على الباقي، عفوا 28 على 20 فيها واحد ايضا، والباقي تاعنا 8. نواصل 20 و 8 نقسموها على 8 فيها 2 والباقي 4، 16. 20 ناقص 16 4. واصل 8 تساوي 4 في، وقسم 8 على 4 تعطينا 2، وهنا حاصل تام أي باقي صفر. حسنا، القاعدة تقول لي آخر باقي غير معدوم في هذه السلسلة هو عبارة عن القاسم المشترك الأكبر بين العددين 48 و 76. القاسم المشترك الأكبر هو في هذه الحالة 4 لأنه آخر باقي غير معدوم. نكتب لو بي جي سي دي، عفوا،
بين 76 و 48 يساوي 4. يمكن تلخيص ذلك في جدول أو يمكن استعمال مباشرة طريقة الجدول. كيفاش تكون طريقة الجدول؟ نرسم جدول فيه 3 خانات. حسنا، فيه 3 خانات، الخانة الأولى هي للباقي ومن بعد القاسم والمقسوم، وذلك من اليمين إلى اليسار. راني نهدر سينوت، واللي عندنا القاسم المقسوم القاسم الباقي، المقسوم من اليسار إلى اليمين القاسم والباقي. المقسوم في هذه الحالة هو 76، المقسوم 48. شعل فيها 76 من 48 فيها 1، وباقي تاعها قلنا هو 28. عفوا، هنا في هذه الحاله سهله باسكو درناها بالطريقه الافقيه. حنلخصها لكم مباشره بالشرح، والمره الجايه نديروها مباشره في هذه الطريقه. حسنا، عندنا في هذه الحاله نحبط القاسم لهذه الخانه والباقي لهذه الخانه، اذا القاسم يولي هو المقسوم والباقي يولي هو القاسم. نقسم ذلك نلقى 1 والباقي 20. نواصل 28 نحبطوها، و20 نحبطها لهنا تولي هي القاسم الجديد. نقسمها نلقى 1 والباقي 8. حسنا، 20 تولي لهنا، 8 تولي لهنا، تخصني خانة معليش دوك نزيدها، 20 8، قلنا فيها 2 والباقي 4، 8 و4، فيها 4 فيها 8 فيها 2 من 4 والباقي 0 لأنه حاصل قسمة تام. حسنا، انتهت معي العملية السلسلة، وآخر باقي غير معدوم في هذه الحالة هو 4، ونكتب القاسم المشترك البي جي سي دي بين 76 و48 تساوي 4 بالطريقتين، وهي طريقة واحدة، تعبير واحد، تعبير برك مختلف، إما بطريقة كاين اللي يحبوا طريقة هذه كاين اللي طريقة هذه، لكنها نفس الطريقة إلا أن هذه ملخصة في الجدول. حسنا، نتوقف في هذا الحد في هذه المرحلة، ونلتقي في الحصة القادمة اللي تكون نعطيها لكم غدوة إن شاء الله، فيها تمارينات في هذا الباب حساب القاسم المشترك الأكبر باستعمال سلسلة القسمات المتتالية. حنشوفوا بزاف تمارينات كيكونوا معقدين، يكونوا اعداد كبيره، كيفاش نديروا باش نربحوا الوقت، ولا كيكونوا في فروض او اختبارات، حنتمرنوا عليهم وان شاء الله تكون عندنا نتيجه مقبوله ولماذا ممتازه. تابعوني برك وخطوه بخطوه، وحاولوا وحدكم ديروا تمارينات تدور الفكره من الفيديوهات تاعنا، وشوف وعودوا وحدكم. التمرن هو اساس النجاح، التلميذ اللي يحب يكون عنده نتيجه ماشي في ماده الرياضيات فقط، رانا نخدمه على شهاده التعليم المتوسط، شهاده التعليم المتوسط فيها جميع المواد. التمرن بذكاء هو اساس النجاح ومفتاح النجاح. عزيزي التلميذ، لازم تكون عندك الشجاعة وخاطرك يكون واسع، وتعلم وصبر على الصعوبات اللي يكونوا عندك باش تقدر تجتازها.
في هاد نحبسوا في هاد الحد ونقول لكم حظ سعيد وتابعوني وديروا ابوني ودقوا الجرس هكذا يلحقوا لكم كاع لي فيديو ان شاء الله. هاني حندير لكم دي فيديو كل يوم وحده فيها تمارينات وحتى نكملوا هاد الباب ونبداو الباب الثاني وهو الجذور ان شاء الله. نلتقي في ساعه الخير ان شاء الله. بقاو على خير وتهلاو في روحكم وقراو مليح. بقاو على خير.